زي ما انت شايفين رجعنا لكم بعد طبق الرز بشعريه، وادي الكفته بتاعتنا اللي احنا عملناها جنبها. ايام البيض النهارده، تعالوا افطروا معانا بقى. وادي اللحمه بتاعتنا بالله. يلا كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل لكم حاجة بسيطة وسريعة، الرز بالشعرية. عندي 150 جرام شعرية، نص كيلو رز، رز عادي بتاعنا، شوية توابل بقى، عندي ورق لوري، عود قرفة، حبتين حبهان، عندي هنا فلفل أسمر، شطة، بابريكا، كمون، بصل بودرة، توم بودرة. يلا نجهز نفسنا وما ننساش الملح والملح. هيبقى معانا هنحمر الأول الشعرية الأول. يلا يوم التسمين بس هيحسن اهوت الشمس ضربة في عيني بس معلش. احط الشعريه بتاعتي احط حته الدهنه بالدهنه كده، سلويات كده بالدهنه، بس هي بتدي طعم للناس. نحط الورق الروي بتاعنا والعود القرفه والحبتين حبهان قلب مع الشوربه مع الشعريه يتحمر معاهم. ريحة الدهن طالعة، الشعريات عاملة شغل معايا، حاجة ريحة حاجة روعة. زي ما انتم شايفين الشعرية بتاعتي بدأت تحمر اهي. شوية رز نعملهم بسرعة، حاجة بسيطة وسريعة، تاكل رز بشعرية حاجة بس بالتكهات بس بالحاجات بتاعتها. يلا هنحط الرز اهو بس. يلا شغالين نقلب نريد التوابل بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي. طيب هنقلبها معاها نحط شوية ملح خفيف عشان الشوربة. نجيب شوية ملح خفيف لأن الشوربة برضه هتلاقي عليها ملح. لا ما هنعملها في شوربة، شوية ملح هما عشان ما ننساش. نقلبه ايوه
هنغطى طيب، هنحط ايه؟ لان انتوا شايفين اهيت تغطي، هنحط مج بتاع كبشه كمان. نغطيها ونجهزها. استنى هو اتشرب اهو، فاحنا نبدا ان احنا نخلي النار هاديه خالص، نسيبه لحد ما يطيب. طبعا هنسيبه لحد ما يطيب خالص، فاحنا كده ايه هنغطيه ونسيبه بقى مع نفسه لحد ما يطيب. فاستنونا. زي ما انتم شايفين رجعنا لكم بعد طبق الرز بشعريه، وادي الكفته بتاعتنا اللي احنا عملناها جنبها، واللحمه بتاعتنا اهيت اللي كل سنه وانتم طيبين. هنفطر بقى اخر يوم من السته اللي هي البيض النهارده. تعالوا افطروا معانا بقى، وادي اللحمه بتاعتنا يلا كل سنه وانتم طيبين.